وقلها كان عندي موعد يعني نكتفي بهذا. طيب نعم. مما لا شك في البوسنة والهرسك تمر بمرحلة مهمة جدا تتعلق بتحولات كبرى تقوم فيها. الأمر هذا يتطلب من البوسنة والهرسك تصحيح والمسار فيما يتعلق بالمفاهيم والأنظمة والقوانين والالتزامات التي وعدت بها البوسنة والهرسك عند دخولها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وأنا أعتقد أنه هذا الأمر ليس بالسهل على البوسنة والهرسك أن يتم إلا بتضافر الجهود والتعاون فيما بين المجتمع البوسنة والهرسك بكافة قومياته وطوائفه. البوسنة والهرسك عندما طلبت أن تصل عضويتها إلى الاتحاد الأوروبي وجب عليها التزام أن تنفذ هذه الإصلاحات التي تكون في متناول اليد في متناول الاتحاد في متناول البوسنة والهرسك كافة المجتمع كافة. أن آلية التنسيق المشتركة بين مؤسسات البوسنة وأجندة الإصلاحات الاقتصادية غيرها من الاستحقاقات الأوروبية يجب أن تعمل البوسنة والهرسك على تكييف هذه القوانين بما يتناسب مع المرحلة القادمة أو المرحلة الانتقالية اللي بتنتهي لها، وحتى يستفاد من كل ما يقدم من صناديق الاتحاد الأوروبي وتمويل المشاريع داخلها. أيضا هذا الشيء ينطبق على انضمام البوسنة ومسارها في حلف الناتو وهو ليس بعيد، لكن كما أسلفت أن الأمر يحتاج إلى البوسنة والهرسك أن تعمل جاهدة إلى جميع السياسيين والاقتصاديين داخل البوسنة والهرسك. حتى المجتمع البوسني مطلوب منه أن يتعامل مع هذا الشيء على أساس أنه نحن داخلين مرحلة مهمة جدا وهو ليس بعيد وليس صعب على البوسنة والهرسك طالما كانت هناك النية والرغبة الأكيدة لأن نكون أعضاء في الاتحاد الأوروبي. أود أشير هنا أن المملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعب فيه دعم انضمام البوسنة والهرسك إلى الاتحاد الأوروبي وتدعم كل ما يهم وتوافق السياسيين داخلها. البوسنة والهرسك دولة في هذه المنطقة الهامة في البلقان، دولة مهمة، دولة تحتضن داخلها مجموعة مختلفة من الأطياف في البوسنة والهرسك، مجموعة أديان مختلفة. هذا المزيج الجميل ربما يكون عنوان لكون هذه الدولة اللي هي البوسنة والهرسك عضو في الاتحاد الأوروبي.